انا لما تقول لي باللي راه دخل وجند في الداخل ما فيش برك يا برا قولوا الله غالي في الداخل في الداخل هاك تقول جندهم باش تلغاهم سمعت وباش يضغط على الجزائر مادام انت هذه الاجهزه الامنيه الاستخباراتيه المغربيه دخلت لك للديجبيت دخلت لك لدارك عراتك واش مازال كدير؟ واش مازال جاي باش تبكي لي هنا؟ جاي باش تبكي باش تقول شوفوا واش دار راهو دخل وراهو كدا راهو كدا وباش يضغط على الجزائر باش تدخل على المبادئ تاعها هذا بهذه البساطة هاي صح عم دخلوا لك وجندوا لك من الداخل قول جندوا لك من الداخل باش تشربوا بدغاهم هاي واش دير انت يا قلنا درك كي عطيت لي هذا العرض تاع ما قام به المغرب ضد الجزائر عطيت لي هذا العرض اعطيني درك الحل واشرح دير انت كقائد عسكري كيفاش راح يكون الرد ديالك وريني الثابتة وقيمها النبيلة والمهم المتمثل في إضعاف الجزائر من الداخل حبي إضعاف الجزائر من الداخل يعني هذا اللي جند لك الداخل انت وين راح زيدوا عليها لجعلها تتخلى عن مبادئها الثابتة وقيمها النبيلة وتتنكر لقضايا الأم لكن سيخيب مسار ايوا دونك دير هذا كان تجا تخلى على المبادئ تاعها وعلى القيم تاعها تنكر القضايا الام ايوا ولكن واش راح تدير شكون يكون رد الجزائر سينقلب تتنكر لقضايا الام لكن سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين كيفاش يخيب مسعاهم وكيفاش ينقلبوا خائبين مدحورين كيفاش كيفاش ايه اقول هذا بس سيخيب مسعاهم وسينقلبون مدحورين خاسرين هذا كيفاش راح ينقلبوا خاسرين مدحورين لان الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقوية بجيشها وشعبها عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها هذا كلام إنشاء قل لي سيروحوا خاسرين مدحورين ينقلبوا خاسرين مدحورين على خاطرش الجزائر قوية بجيشها ايوا هذا الجيش هذايا اللي دخلوا له للديزويت ويجندوا له في الناس الداخل ويضربوا له في المؤسسات ديالو ويضربوا له في الاخر هذا الجيش هذايا ماشي يصلح خلاص راه هزك الماء كيما نقولوا راه هزك الماء اسي أويدي عن جزائر لأن جزائر قوية برئيسها وبشعبها وبجيشها يعني المغرب راح يكون خاسر يقول لي كيفاش راح يخسر راهو جند لك الداخل تعرف تقول لي راهو جند لك الداخل واو يلعب لك الداخل وراك جيت بديت تبكي قل لي الحل واش درت واش راح تدير له واش راح تدير ماشي بالكلام هذا اللي كتب له كتب له إنشاء سمعت هذاك الشعارات وكذا ومنا لا دولة ما تعيشش بالشعارات ما تدافعش على روحها بالشعارات وما تعيش بالكذب ما تعيش بالدعايات ما تعيشش بالأوهام لا قل لي كيفاش راح تواجه هذا المغرب اللي دقدقك اللي ما خلى فيك والو تقول فيها شي انا
انا في ديالي قلت المغرب عنده سياسة مسالمة تجاه الجزائر، ديما كيخطب الملك يمد يدو قال ما عندنا حتى شي مخاوفنا، نستناهم يجوا نستناهم لا، حتى في القمة العربية حب يجوا ما بغيتوش يجي. واش راح يدير لكم؟ عمرنا ما سمعنا من مسؤول مغربي عسكري او مدني تفوه بكلمة عدوانية وحدة ضد الجزائر، ما سمعناش. واللي سمع يجيب لي، اللي سمع يبعث لي خلينا نعلقوا عليه. اما هنا اول مسؤول عسكري يجي يعطيني السرد للاعمال اللي راهو يدعي بلي المغرب قام بها، منهم تجنيد جزائريين داخل الجزائر باش يكسروا مساعيها ويعرقلوا تطورها و كما كان يحكي، باش راح تواجهوا؟ قل لي، خلينا نسمعوا، قلنا باش نشوفوها هنا في لاسويت. ووحدتها الوطنية وقرارها السيد، كما أنها في أتم الاستعداد للتصدي بحزم والصرامة لكل المخططات الدنيئة. مادامها قال راهي تصدى بحزم وصرامة لكل المخططات الدنيئة، ايه خلاص مدخلونك، راهم مدخلونك، راك تقول باللي جندونك ناس في الداخل وراهم يعرقلوا فيك، ايه تعني باش تلبس بصرامة واش ردين؟ يرفد طياراتك ودباباتك وصواريخ اللي هكش عليهم الخردة تاع الروس هذه، ارفدها وروح اضربهم، وروح اضرب، ايه يروح اهجم عليه ام ولد كسر له شي ترقان وشي انجازات شي منشات ولا منها وهكذا، قالوا رجعنا كيف كيف، حتى هما ما عاد قالهمش لا اوتوروت لا تي جي في، دق دق لهم هذوك كسر، مادام ما قدرش نبنيو عندنا حنا هذا الشيء، ايوا كسره لهم انت على الاقل راك درت حاجه، فازي ماكش قادر، تلقى كرطوشه واحده تجاه المغرب، لانه علاش؟ لانه القياده العسكريه الجزائريه و العصابة الحاكمة ما عندهاش ثقة في الجيش الجزائري، لأن تعرف بلي الجيش الجزائري ماهوش مقتنع بالكلام تاع هذا البوال هذايا، هذا قاعد يبول على روحه ويجي ويتفلسف عليا ويقضي كلام إنشاء، المغرب هو اللي دار لي وراه يضعف في الجزائر وراه دخل لنا داخل الجزائر وجند لنا ناس. احشم على روحك يا رب الحرام، احشم على روحك يا بوال، تا ولدك راهم زوج مقاوري في فرنسا وقاعد تحب تحكم جدا باش تواجه المغرب، جدا باش تواجه المغرب، يا روح حاول دابور سيطر على ولدك ومن بعدك تكلم. زيدوا التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها، معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر. يعني الجزائر باش تواجه الشيء اللي راه يدير في المغرب برصيدها التاريخي الزاخر. هشام عبود يا شيخ النيرو دوما الإرهاب يا ريشي نيرو، هشام عبود يا شيخ النيرو دوما الإرهاب يا